الحمراء وأبقى الأردن صامدا منيعا في وجه الإرهاب. إخواني وزملائي وزميلاتي، يعني اليوم إحنا نعقد هذا المؤتمر الصحفي سياسة تأكيدا أو تكريسا لمبدأ الإفصاح والشفافية والسياسة الإعلامية المنفتحة على الإعلاميين بدرجة أولى، وأيضا على الرأي العام إيمانا من هذه الحكومة بحق الناس المعرفة، وأيضا إيمانا بأنهم شركاء وأن الإعلام سلطة رابعة. هذا المبدأ نؤكد عليه دائما ونسعى لتكريسه وتطبيقه بالعمل وبالميدان. عملية الصمت الإرهابية بصراحة، يعني أنا سأتحدث من منطلق إعلامي أولا، وأقول إنه كان هناك فريق أو خلية عمل عملت واجتمعت وأدارت الملف على مدار الساعة، وتمت العملية وانتهت يوم أمس، وكان هناك فريق وعمل جماعي واضح. حاولنا من خلال الإعلام أن نكون متواصلين، أن نقدم المعلومة لحظة بلحظة، دقيقة بدقيقة، بقدر ما تسمح به هذا النوع من العمليات الأمنية. وحتى يوم أمس بصراحة كانت الحكومة، وحتى اللحظة بصراحة، نقدم المعلومات التي نستطيع أن نوفرها فيما يتعلق بالخلية الإرهابية، كيف بدأت العملية، كيف كانت التحقيقات، إلى ماذا توصلنا، وإلى ماذا استنتجنا. أنا أحب هنا صراحة أن أقدم فقط مجموعة من الرسائل التي أو النتائج التي خلصنا لها في الأيام الماضية فيما يتعلق بالإعلام بصراحة. خلال اليوم الأيام الماضية شهدنا كثير من الإشاعات، كثير من الأخبار المغلوطة، الأخبار الدقيقة من ناحية، وأيضا شهدنا تسريبات لمعلومات أنا كنت أصفها بصراحة بمعلومات لا إنسانية، لأنها تتعلق بنشر صور وأسماء الشهداء رحمهم الله، وأيضا ثمة نوع ثالث من المعلومات التي كانت ربما تضر بسير العملية التحقيقية. الجزء الأول من المعلومات هو ما يتعلق بالإشاعات والأخبار الكاذبة. ما يتعلق بالأخبار الكاذبة بصراحة، يعني هذا النوع من الأخبار علينا نحن كإعلاميين مهنيين مسؤولين أن نقف في وجهه وأن نجابهه، لأنه هذا النوع يعني يخلق أجواء غير صحية، يربك الرأي العام، يضعف أو يشغل الأجهزة بتفاصيل هامشية ربما تربك العملية. أما النوع الثاني الذي يتعلق بالمعلومات اللا إنسانية، وأنا بعتقد هاي إحنا كإعلاميين علينا دور إنه نتصدى لها، كونه بصراحة لا إنساني أن نتناقل صور الشهداء أو حتى المصابين وأسمائهم ونقدمها على أنها معلومة يعني أو شيء أو إما يعني سبق صحفي أو معلومة فيها استباق، هذا بصراحة ليس فيه سبق صحفي بقدر ما فيه تكسير لقيمنا. النقطة الأخرى المتعلقة بالبث المباشر، وهذا كان الأخطر صراحة، لأنه هذا تحديدا يؤثر على عمل الأجهزة الأمنية، خصوصا أنه هذا النوع من الخلايا الإرهابية دائما عندها معرفة تامة بالتكنولوجيا، هذا يساعدها على نقل الحدث مباشرة، بصراحة ما أعاق العمل أو أربكه إلى حد ما. المسألة الأخرى، يعني نحن نقول دائما أنه الأردن معركته مع الإعلام مع الإرهاب معركة مفتوحة ومعركة مستمرة. خلية الصلت ليست استثناء، هي يعني حالة من حالات واجهها الأردن خلال السنوات الماضية خرج منها منتصرا، إنما المبدأ أنه نحن كدولة نخوض هذه المعركة ضد الإرهاب وضد الإرهابيين الذين لا يؤمنون لا بالحياة ولا بالإنسانية ولا بالأخلاق. والدليل ذلك ما حدث في الصمت، أنه تم تفخيخ عمارة بها أطفال ونساء أبرياء،
بغض النظر عن أي مبدأ أو قيمة إنسانية. نحن كإعلاميين جزء من هذه المعركة، جزء من معركة الثقافة، جزء من معركة التنوير، جزء من معركة التصدي لكل ما يخدم هذا النوع من الأفكار. أنا أمي هنا وأقدم معالي وزير الداخلية شكرا معليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين. بشرف أني أرحب بالأخوات والإخوة الحضور لاهتمامهم في هاي القضية اللي هزت وجدان كل أردني. إخواني الكرام، قبل ما أبدأ بالحديث يشرفني أن أتوجه بالشكر إلى كافة أبنائنا الأردنيين والأردنيات لوقوفهم صفاً واحداً خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة وخلف أجهزتنا العسكرية والأمنية، وبخاصة بهذه الظروف الشعب الأردني بكل مكوناته شعب متسامح يمتاز بالاعتدال والوسطية، وهو رافض للإرهاب والتطرف. شكر عظيم لكل أبناء الشعب الأردني بكل مكوناته. الشكر الثاني وبكل اعتزاز وفخر إلى كافة منتسبي الأجهزة العسكرية للقوات المسلحة وأجهزتنا الأمنية كافة، المخابرات العامة، الأمن العام، الدرك الدفاع المدني على المهنية العالية وما يمتاز به من الدقة بوقت قياسي لا يتجاوز 12 ساعة وصلوا إلى خيوط الجريمة. وهذه حالة تميز شارك فيها تنسيق على المستوى. بشرفني أتوجه بالشكر لكافة الأجهزة واللي أثبتت كل يوم بتثبت إنها مفخرة للجميع. إخواني الكرام، تعاملنا مع هذا الملف بكل وضوح. فور تنفيذ عملية تفحيص إرهابية جرى تنسيق سريع وعالي المستوى وبحرفية عالية، جمع المعلومات الاستخبارية بكل دقة، وتم جمع الخيوط خلال 12 ساعة. بدأت الأجهزة بكل مهنيتها قاعد بعيد كل ساعة بكل مهنيتها وتنسيقها بتحديد الموقع اللي بتواجدوا فيه الإرهابيين، وتم اتخاذ القرار بالمداهمة ووصلت القوة المشتركة إلى الموقع. قامت القوة المشتركة بتوجيه النداءات للإرهابيين بالعمارة في منطقة نقب الدبور، إلا أنهم رفضوا الاستجابة وبادروا بإطلاق النار على القوة الأمنية وبكثافة وأبدوا مقاومة عنيفة. وخلال قيام القوة المشتركة باقتحام مبنى، قام الإرهابيين بتفجير المبنى الذي كان مفخخاً مما أدى إلى انهيار جزء منه. نتج عن هذه العملية استشهاد الأبطال، الأبطال الكرام الأردنيين، أبناء الأردنيين، وهم الرائد معاذ خميس فرج دماني قوات المسلحة، الرقيب محمد أحمد سليمان عزام القوات المسلحة، الرقيب محمد خالد الهياجنة القوات المسلحة، العريف هشام عبد الرحمن العقرباوي المخابرات العامة. قضوا شهداء دفاعا عن الأردن وأمن الأردن وعنكم جميعا. نتج عنه إصابة عدد عسكريين 10، نتمنى لهم الشفاء العاجل. أرحب بالجميع في المديرية العامة لقوات الدرك وتحديدا من قاعة الشهيد البطل سائد المعايطة. سأتحدث عن الوضع العملياتي للعملية وما تم تنفيذه. مساء يوم الجمعة وتحديدا الساعة 4 مساء استلمت دورية مشتركة من الأمن العام وقوات الدرك واجبها الأمني كنقطة غلق لمهرجان الفحيص، حيث تبعد هذه النقطة حوالي كيلومتر عن موقع المهرجان. الساعة 7:15 من نفس اليوم انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة مسبقاً
في الموقع، موقع استفاف الدورية، نجم عنه استشهاد الرقيب علي عدنان القوقزة وإصابة 6 من طاقم الدورية، 4 من مرتب قوات الدرك و2 من مرتب مديرية الأمن العام. من نفس اليوم الساعة 9:15 قامت قوات الدرك بالإعلان عن الانفجار وعن استشهاد الرقيب، وتركنا سبب الانفجار للتحقيق، لأنه التحقيق في مثل هذه المواقف يحتاج إلى جهد من زملائنا في مديرية الأمن العام ودائرة المخابرات العامة، لأنه تحقيق فني يحتاج إلى مختبرات وأدلة للوقوف على طبيعة أو سبب الانفجار. ولم يصدر عنا حقيقة أي توضيح لسبب الانفجار، وكل ما صدر وتحدث عنه البعض أنه قنبلة غاز أو كومبريسر الباص، هذا لم يصدر عن الأجهزة الأمنية، ولكن كان من أشخاص هم يعني حكوا نيابة عن أنفسهم ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا علاقة لنا بها. احنا انتظرنا، لأننا نعمل بشكل مهني ومدروس، انتظرنا نتائج التحقيقات من المختبرات في مديرية الأمن العام ودائرة المخابرات العامة. يوم السبت بعد انتهاء من مسرح الجريمة والتأكد من مخرجات التحقيق، صدر بيان عن وزارة الداخلية يوضح ما خلصت إليه التحقيقات من معلومات، وبدأت عملية استخبارية حثيثة قادت إلى التوصل لمكان وجود الخلية الإرهابية المشتبه بارتكابها للجريمة، والذي تم تحديده في بناية سكنية مكونة من 4 طوابق في مدينة السلط، وتحديداً في منطقة نقب الدبور. الساعة 5 من مساء يوم السبت بدأت عملية من قوة أمنية مشتركة لإلقاء القبض على الإرهابيين المتواجدين في طابق من المبنى، فقامت القوة ابتداءً بإخلاء المدنيين في الطوابق 3 العليا من المبنى السكني، ثم مداهمة المطلوبين الذين بادروا بإطلاق النار باتجاه القوة بشكل كثيف، فقامت القوة الأمنية بالرد عليهم، وعلى أثر ذلك قام الإرهابيين بتفجير المنزل المفخخ من قبلهم مسبقاً، الأمر الذي تسبب في انهيار الجزء الخلفي من المبنى واستشهاد 4 من القوة الأمنية. طبعاً كان سبب ليش إحنا نفذنا العملية بشكل سريع، السبب أنه كان عامل الوقت مهم جداً، يعني زملائنا في دائرة المخابرات العامة اشتغلوا شغل استخباري حثيث، تبين لهم أنه هاي الخلية أو أتباع هذه الخلية في مناطق أخرى سيقوموا بتنفيذ عمليات تضر بالأمن الوطني الأردني وتؤدي إلى وقوع كثير من الإصابات، لذلك كان عامل الوقت مهم جداً. الجزء المفقود من المعلومات موجود مع هؤلاء الإرهابيين، فكان لابد من تنفيذ العملية بشكل سريع جداً، ولو لم يكن عامل الوقت مهم والمعلومات مهمة كان معنى الوقت المتوفر بحيث أننا نعمل طوق أمني ونستخدم الصيادين سنايبرز وقنابل الغاز لإجبارهم على الخروج، ومن ثم قنصهم واحد تلو الآخر والانتهاء من العملية، لكن زي ما حكيت سبب الاستعجال منع جريمة كبرى بحق الأمن الوطني الأردني.